اشرب. عندنا 8 يترو ديال الزيت. ايه. وعندنا 3 يترو خاويه و5 يترو خاويه. ومشاركين انا واحد مشينا حتى لطريق خاسر ما كيفاش غنديروا هذا الفريق؟ شنو غدير؟ غتنطيني التيسع تو. كيفاش غنديروا هذا الفريق ديالي؟ واش انا مسالي؟ غتنط عاد مني ولا غادي نعيط لعند الدراري؟ عاود الحاجه عاود السؤال. عندنا 8 يترو ديال الزيت وليده. وعندنا 5 يترو خاويه و3 يترو خاويه. ومشينا حتى لطريق خاسر انا وصاحبي بغينا نفرقوا كي غنديروا هذا الفريق تم في الخلاف والخواف والمعرفه. صعيبه بابا هذه صعيبه بابا هادي شوف شوف اللي غايجيب شحال غياخد اللي غايجيب اش غتعطي؟ غادي ياخذ 4000 ريال كامله. قطع. شوف حنا غنبقاو نفكوا لهم الحجيات راهم يفكوا يوسف ويقولوا له السلام عليكم. هو يفكوا تحياتي لكم وفكوا. كاين ناس اللي غتفكوا انت الاسئله وقول لي النكات انا راه كنفك النكات. خطير اي نكته اي شي واحد يصيب طير كذا يتخلص. ها هو قول لي اخويا الحجايه عندنا الديب وعندنا النعجه وعندنا الربيع وعندنا واحد الواد والفلوكه كتهز حاجه وحده. الله اكبر. وإلا خلينا الربيع مع النعجه ياكل تاكل الربيع. إلا خلينا الديب مع النعجه. سهلة سهلة. الديب وقت النعجه. سهلة. وإلا نقطعهم سالمين كاملين. سهلة. غادي تهز سيدي. ديب. نعجة قطع الواد ايه رجع الديب وقول الربيع ايه غتهز الديب ايه غتهز الربيع عد النعجة ايه حط الربيع رد النعجة ايه حط النعجة غترد الديب ايه عد الربيعات ايه غترجع للنعيجة. تقطع في الواد بسهلة سهلة تجيب لي هادشي تجيب لي الصحيح انا. نخليو الناس يكتبوا الكومونتيرات اش من نكته غيديروا يفكها انت تفكها اي حجايه تفكها اي حجايه كتبوها لي يفكها انا مستعد.